بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى اختبار الفصل الثاني للثانية ثانوي دالة شاملة. نص التمرين ماذا يقول؟ تكون الدالة المعرفة على أ ب استثنائي 2 أ في إكس معرفة ب إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 6 على إكس ناقص 2. ليكن سي أ تمثيلها البيان على المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامل ومتجانس وحدة الطولية 1 سنتيمتر. عين الأعداد الحقيقية أ و ب و سي بحيث من كل x تنتمي إلى r باستثناء 2 حيث fx تحقق هذه العلاقة. 2 نحسب النهايات، نحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف. 3 صدر ندرس المستقيمين المقاربين العمودي والمائل. 4 نبين أن x من r باستثناء 2 الدالة المشتقة تساوي هذه العبارة، ثم نعين إشارة المشتقة واتجاه تغيرات الدالة، ثم نقسم معادلة المماس، ثم ندرس الوضعية الوضع النسبي للمنحنى سي اف مع المستقيم المائل دالتا، ثم نبين أن النقطة مركز تناضل للمنحنى، وأخيرا نرسم المستقيمين والمنحنى. سوف نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. لتكون دالة اف معرفة على ار بي سي 2 الدالة اف لإكس يساوي هذه العبارة اللي هي x أس 2 ناقص 3 x زائد 6 على x ناقص 2. أولا عين العدد الحقيقية a و b c حيث يكون من أجل كل x ينتمي من a أما ينتمي إلى a باستثناء 2 f x يساوي a x زائد b زائد c على x ناقص 2. معناتها ماذا نقول؟ أولا ماذا تعيين؟ تعيين الأعداد الحقيقية A B C هكذا. كيف نعين العدد الحقيقية F X عطوهنا بهذه العبارة؟ ماذا تساوي؟ تساوي A X زائد B زائد C قسمة X ناقص 2. بني ماذا سوف نفعل؟ سوف نوحد المقامات، تابعوا جيدا، تساوي نوحد المقامات. مقام واحد هو x ناقص 2. كيفية توحيد المقامات؟ معناتها هذا الطرف نوحد له المقام، معناتها هنا نضرب x ناقص 2 وهنا في البسط نضربه في x ناقص 2 فقط. هذه الفكرة، نوحد المقامات فقط، توحيد للمقامات. لنكمل عندها AX هكذا زائد B تضرب في ماذا؟ في X ناقص 2 زائد C تساوي خط الكسر X ناقص 2 هكذا. ثم ننشر، ماذا ننشر؟ ننشر هذه AX، AX خطر ننشرها في X، خطر ننشرها في ناقص 2، ثم بخطرة هنا وخطرة أخرى في ناقص 2. نقوم بعملية النشر. ماذا تصبح لدينا؟ AX في AX تعطي لنا AX أس 2 هكذا ناقص 2 AX، لأن هذه AX كي نضربوها في ناقص 2 تولي لي ناقص 2 AX. ننتقل إلى B زائد BX ناقص 2 B، لأن B في ناقص 2 تعطينا ناقص 2 B زائد C تساوي، تابعوني جيدا. الآن ماذا سوف نفعل؟ x ناقص 2 غادي نعزلو دروك، نجيبو x أس 2 اللي راهم مضروبين في x أس 2 زائد اللي راهم مضروبين في x، ثم اللي راهم باقين بحالهم، شغل كيما هاكا على حساب هاد العبارة، اللي راهم مضروبين في x أس 2 اللي راهم مضروبين في x اللي راهم مضروبين في ست في واللي راهم بحالهم، ونديرو المطابقة اللي راهم مضروبين في x أس 2 وراه شحال من وحدة عندنا؟ فقط هذه اللي راها مضروبة في x أس 2 فقط a، معنتها نقول هنا a هكذا. اللي راهم مضروبين في x واش عندي؟ عندي ناقص 2 a وعندي b ناقص 2 a زائد بي، واللي راهم باقين بحالهم عندي ناقص 2 بي زائد سي هكذا. ثم نقوم بعملية المطابقة، انظروا هذه اللي راها مضروبة في هذه اللي راها مضروبة في اكس في
في اكس اس 2 نمشيو نطبقوها مع الاولى اللي عندنا اللي راها مضروبه هنا في اكس اس 2 اللي هي 1. عاودك هذه ها مضروبه في اكس، عاودك نمشي نطبقها تساوي كم؟ هذه اللي راها مضروبه في اكس، عاودك هذه اللي راها بحدها ما مضروبه حتى في حاجه نطبقها مع هذه. معناتها ماذا تصبح لدينا؟ تابعوا جيد، ماذا تصبح لدينا؟ الآن الجملة نأخذ هكذا، نأخذ جملة معناتها أ ماذا تساوي؟ أ راها مضروبة في إكس أس 2، أ راها مضروبة في إكس أس 2 هكذا، وهنا وراه اللي مضروب في إكس أس 2 هو هاد الواحد، معناتها أ كم تساوي؟ واحد بالمطابقة، هكذا نكتبه هنا بالمطابقة، أ كم تساوي؟ واحد. الآن اتنان ناقص اتنان أ زائد ب ماذا تساوي؟ تساوي ناقص ثلاثة، هذه ناقص ثلاثة هي اللي راها مضروبة هنا في إكس بالمطابقة، غير نطابقو، زيد ناقص اتنان ب زائد سي، هذه كم تساوي؟ تساوي هنا ستة لأنه وحدة تساوي ستة. ثم نقوم بعملية حسابية فقط، واحد أ تساوي واحد، معناتها نجي هنا ونعوض أ بواحد، كم تصبح لدينا؟ تصبح لدينا هكذا، ناقص اثنان في واحد هي ناقص اثنان، زائد ب يساوي ناقص ثلاثة، من هنا ب تساوي هذه يمشي للطرف الآخر، معناتها تساوي ناقص ثلاثة زائد اثنان، ب تساوي كم؟ ناقص واحد، لاحظ جيدا، جبرت ب. وراني جابر أ، وش باقي لي دروك؟ سي، سي ماذا تساوي؟ هنايا دابي جيدا، بجبرتها واحد ناقص واحد معنتها غير هادي، ونعوضها هنا، كم تصبح لدي؟ ناقص اثنان في بي اللي هي ناقص واحد، زائد سي تساوي ستة، تابع جيدا، كم تصبح ناقص اثنان في ناقص واحد تعطينا زائد اثنان. زائد سي تساوي ستة، معناتها سي تساوي هذه يمشي للطرف الآخر تصبح ستة ناقص اثنان، سي تساوي كم؟ أربعة. ها راني جبرت أ و بي و سي، معناه معناه ماذا؟ اف لإكس كيف أصبح يساوي؟ ماذا يساوي؟ أ إكس، تتمنى أ إكس، ها أ إكس معناتها اف اكس ماذا اصبح يساوي؟ نقلعو بلاص هاد الأ، تابع هنايا غادي نكتبها هنا أ، شحال جبرناها أ؟ هي ماذا هي؟ واحد، زيد بي، كم وجدنا بي؟ بي كم وجدناها؟ بي هي ناقص واحد، معناتها ناقص واحد، هنا ناقص واحد، هكذا ناقص واحد، و سي كم؟ سي كم وجدناها؟ سي هي كم؟ هي أربعة. لقد وجدنا أ و بي و سي، وجدنا أ و بي و سي، تحصلنا على أف لإكس، هذه واحد نقدر نقلعها هنايا، تقرأ فقط إكس فقط، معناتها الدالة أصبحت بهذا الشكل، لقد إن بهذه الطريقة نكون قد أجبنا على السؤال الأول، الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. الآن في السؤال الثاني، ثانيا هكذا، ثانيا ماذا حساب النهايات عند حدود مجموعة التعريف؟ الآن سوف نحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف. مجموعة التعريف لو تلاحظون انها هنا، سوف ندرس النهاية عند ناقص ما لا نهاية، وعند زائد ما لا نهاية، وعند اثنان بقيم صغرى، وعند اثنان بقيم كبرى. انت تابع جيدا، وها هي الدالة، ها هي الدالة اللي هذه هي الدالة بهذا الشكل، تابع جيدا، هنا هذه الدالة اللي عندي، تابعوني جيدا الان. اف ليميت، ليميت هكذا، ليميت عندما x تؤول إلى ناقص ما لا نهاية f لx تساوي ليميت،
عندما x تؤول إلى النقص ما لا نهاية. f لx ماذا تساوي؟ اللي هي x أس 2 ناقص 3x زائد 6 على x ناقص 2. هنا لاحظوا جيدا، هنا تبغوا تخلوا بين هاد العبارة ولا هاد العبارة نفس الشيء، هو نفس الشيء اللي تساعدكم. هنا تابع جيدا، عند النهاية النقص ما لا نهاية دالة ناطق القانون، شي يقول لك أكبر حد على أكبر حد، معناتها تصبح لدينا ليميت x تؤول إلى النقص ما لا نهاية، أكبر حد في البسط هو x أس 2، x أس 2، معناتها اللي عنده الأس كبير، ورا اللي عنده الأس كبير هو x أس 2، هذه x أس 1 وهذه ما عندهاش هنا x أس 0. مو هنا اللي عنده الحد اللي عنده الأس كبير هنايا في المقام اللي هو x، فقط الأعداد لا نأخذهم بعين الاعتبار، هذه الأعداد ما نديهمش بعين الاعتبار. كم تصبح هنا؟ واش نختزلو؟ نختزلو x مع x، وحدة x مع x، أن ماذا؟ تبقى لنا هاكا ليميت x تؤول إلى نقص ما لا نهاية x، هكذا x على 1. بون نقص، نعود بنقص ما لا نهاية، نعود x بنقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية على 1 هي نفسها ناقص ما لا نهاية، هكذا فقط بكل بساطة. الآن ليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، نفس الشيء ل x أس 2 ناقص 3x زائد 6 على x ناقص 2، وهذا تساوي نأخذ أكبر حد على أكبر حد، معناتها تصبح x أس 2 على x، ونختزل x مع x، تصبح لنا ليميت عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية ل x. نعود بما لا نهاية، هنا x نعودها بما لا نهاية، وش تعطي لنا؟ زائد ما لا نهاية، هذه النهاية الأولى وهذه النهاية الثانية، هكذا. الآن انتهيت، صاي حسبت هذه النهاية هنا وحسبت النهاية هنا، بقيت لي بجوار 2 بقيم صغرى وبجوار 2 بقيم كبرى. الآن تابعوا جيدا، ليميت x تؤول إلى 2 بقيم صغرى f x، متابع جيدا. انا في عند النهايه بجوار نقص ما زائد ما نهاية اخذت هذه الدال، اخذت هذه العباره. الان باش نحسب باثنين بقيم كبرى واثنين قيم صغرى سوف اخذ هذه. ثم عندكم الاختيار واش ما بغيتوا تخدموا، انا نحسب من هذه تجيني سهله، هكذا وتساوي ليميت x تؤول الى 2 قيم صغرى، تصبح لدي ماذا؟ x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 2. نعوض الآن، ليميت x تؤول إلى 2 قيم كبرى، نعوضه x نعوضها ب 2، تصبح لدي 2 ناقص 1 زائد 4 قسمة، ممكن نعوض هنا ب 2 تولي لي 2 ناقص 2 تعطي لي الصفر، ولكن صفر زائد ولا صفر ناقص؟ بون لنتأكد لوش صفر ناقص ولا صفر زائد، تابعوا جيدا ماذا سنفعل. تابع هنا، باش نعرف واش صفر زائد ولا صفر ناقص خصني ندرس إشارة المقام، إشارة هذا المقام ندرسها، إشارة هذا x ناقص 2 فين تنعدم منها؟ في 2، هذه تنعدم في 2 معناتها هنا 2 x، إشارة تاع المعامل تاع x شنو هو؟ هو واحد، من معناتها موجب، معناتها من هنا ماذا؟ نفس، ومن هنا عكس. بو من هنا x بقيم كبرى، من هنا x بقيم كبرى، ومن هنا بقيم صغرى، معناتها بقيم صغرى صفر ناقص، وبقيم كبرى صفر زائد، معناتها هنايا بقيم صغرى صفر ناقص، هكذا هكا. هذه نشوفها فين تنعدم، تنعدم في 2، لان كي نعوضوا ب 2 2 ناقص 2 صفر، هذه تنعدم لنا في 2، ها هو الحل. ونشوف هذاك الحل، ما ناخذ منه نفس اشاره معناتها نرسم جدول الاشاره تاع المقام هذا، كي شغل ما تنعدمناش في 2، كي شغل تختلف عن 2، خص اكس هنايا تكون تختلف هكذا، هذه تختلف عن 2 خصها ما تساويش 2، خاطر كون تكون تساوي 2 المقام يولي يساوي الصفر، وهذا لا يجوز في الرياضيات. الان عليها نعوضها بصفر ناقص ولا صفر زائد؟ صفر ناقص ولا صفر زائد؟ كي بنعوض، كي نجي ندرس هذا المقام هكذا،
نعرف باللي هنايا مع ناقص تولي لصفر ناقص، وهنا زائد صفر زائد، ونقوم بالعمل الحسابي. تصبح لدي بهذا الشكل ليميت عندما x تؤول إلى 2 قيم صغرى، 2 ناقص 1، هذه 2 ناقص 1 كم تصبح 1، زائد 4 على 0 ناقص هي ناقص ما لا نهاية. 4 على 0 ناقص، دائما عدد على 0 ناقص، عدد على 0 ناقص ما دائما ناقص ما لا نهاية. 1 ناقص ما لا نهاية كم تصبح لدي؟ ناقص ما لا نهاية، لأن الواحد لا يؤثر، الواحد لا يؤثر، فقط هذه الفكرة. الآن نذهب إلى الليميت x تؤول إلى 2 قيم كبرى. الآن درستها هنا، الآن غادي ندرسها هنا لاف لإكس. اف لإكس اللي هي قلنا x ناقص 1 زائد 4 x ناقص 2، x ناقص 2 هكذا. تصبح لدي الليميت عندما x تؤول إلى 2 قيم كبرى، x نعوضها ب 2 ناقص 1 زائد 4 على 0 ماذا؟ هنا ما نقولوش 0، هنا كيشو راني ندرس النهاية، فرها قريبة، خطر عند 0 عند 2 ما تكونش معرفة، عليها راني نقول ليميت النهاية كي تقرب ل 2، معنتها ماشي 2 تقرب ل 2، هاد السهم ما يعنيلكش تساوي 2، x معنتها ماشي تساوي 2، معنتها راه تقرب ل 2، معنتها ها هي 2 هكذا. انت ها هي 2 خاطر ما تكونش معرفه في 2، هنا ما تكونش معرفه، ها هي 2 و x راه تقرب لها، راه هنا راه من هاد الحدود، معناتها راه 1.99999 هكا بقيم صغرى تسمى بصفر ناقص، وبقيم كبرى كيشغل راه هنايا راه 2.000001، معناتها هنا راني ندرس انايا النهايه، مانيش نقول هنا كي نكتب هكا x تؤول الى 2 هذه لا تساوي x تساوي 2، لخاطر كون تكون x تساوي 2 هنايا تولي يولي لنا الصفر في المقام، الصفر في المقام لا يوجد في الرياضيات، وانما نقول تؤول الى 2 معناتها تقرب ل 2 ولا تساويها، عليها نقولوا صفر ناقص وصفر زائد فقط. هذا الشرح فقط للنهايات. الان تابعوا جيدا، تصبح لدي راني ب 2 بقيم كبرى، 2 بقيم كبرى، ها هي 2 بقيم كبرى هكذا، معنتها صفر زائد، كم تصبح هنا؟ تصبح هكذا الليميت عندما x تؤول إلى ماذا؟ تؤول إلى 2 بقيم كبرى، 2 ناقص 1 كم؟ 1 زائد 4، عدد على ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية وش تعطينا؟ عدد على صفر زائد، عفوا، عدد على صفر زائد، عدد على صفر زائد دائما زائد ما لا نهاية، هادو دائما حفظوهم، عدد على ناقص ما لا نهاية، عدد على صفر ناقص تعطي لنا ناقص ما لا نهاية، عدد على صفر زائد تعطي لنا صفر زائد ما لا نهاية، هادو ينحفظو. واحد زائد ما لا نهاية كم يصبح؟ زائد ما لا نهاية هكذا فقط. الآن بهذا قد نكون قد انتهينا من السؤال الثاني، وننتقل إلى السؤال الثالث. الآن السؤال الثالث ماذا قال لنا؟ بين أن المنحنى CF يقبل مستقيمين مقاربين، أحدهما عمودي يطلب تعيين معادلته، والثاني مقارب مائل دلتا معادلته Y يساوي X ناقص 1. الآن 2 3 شغلوا لنا ماذا؟ تبين أن المنحنى CF يقبل مستقيمين مقاربين هكذا. الان كيمشي نحسب حنايا الليميت، تابع جيدا، في العمودي دائما سمع دائما كيقول لك عمودي نمشي للنهايات، دائما كيقول لك عمودي نمشي للنتيجه تاع النهايات، النتيجه تاع النهايات وجدت الليميت عندما x تؤول الى 2 f x عطاتني ما لا نهاية، بغض النظر بقيم صغرى عطاتني ناقص ما لا نهاية هكذا. تابعوا جيدا، دائما كي يقول لك عمودي تابع هنا ب 2 شحال عطاتني ما لا نهاية؟ 2 عطاتني ما لا نهاية،
هنايا مستقيم مقارب مائي، هنا مستقيم مقارب عمودي، كي يكون عندك بجوار عدد وتخرج لك ما لا نهاية، معنتها مستقيم عمودي، ما لا نهاية ما لا نهاية مائل، معنتها هنايا ما عنديش مستقيم، عندي مستقيم مائل ماشي عمودي. دوك ندرسوها هنا، كي تشوف كي تجي تدرس عند عدد وتعطي لك ما لا نهاية، نقول مستقيم عمودي، هنا عطتني عدد ما لا نهاية، نقولك هكذا، ومنه ومن خلال دراسة النهايات نستنتج أن المنحنى CF يقبل مستقيم عمودي معادلته x يساوي 2 هكذا. معناتها كي يكون عندك عدد ما لا نهاية، معادلة هذا المستقيم يكون عمودي معادلته x يساوي هذا 2، وكان تخرج كان تكونوا تحسبوا ديروا هكا الليميت وتكون عندكم x تؤول الى ما لا نهاية ويخرج لكم عدد، مثلا عدد a، معناتها هنا نقولوا واش مستقيم ليس عمود وإنما أفقي معادلته إجراج يساوي أ، معناتها إجراج يساوي هذا العدد. هذه في حالة كي تدرسوا النهاية عند ما لا نهاية يخرج لكم عدد المستقيم يولي بهذا الشكل إجراج يساوي أ. وهنايا كي يكون عندكم عدد وتجبروا ما لا نهاية، المستقيم اللي يخرج العمودي يكون معادلته إكس تساوي هذاك العدد كما هنايا 2. هذه فقط للتوضيح. الان تابعوا جيدا، انا راني جبرت الاول اختره واش قال لك، قال لك احدهما عمودي يطلب تعيين معادلته ها هي معادلته، والثاني مقارب مائل معادلته ها هي. كيفاش نجبره باش نبين، لكي نبين ان المستقيم مقارب مائل المنحنى يقبل مستقيم مقارب مائل، ماذا نفعل؟ ندرس ليميت، ندرس النهاية ليميت عندما x تؤول إلى ما لا نهاية، عندما x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، ماذا؟ f x ناقص y. هنايا لدراسة هذه، هنايا لدراسة أن المنحنى يقبل مقارب مائل، كي تسمع مقارب مائل دير هذا القانون مباشرة، كي تسمع مقارب مائل يقول لك بين ان المنحنى شو كي يقول لك عمودي ولا افقي، تشوف هنا في النهايات كي يقول لك مقارب مائل واش تمشي دير، تشوف دير هذا القانون، دير اف اكس ناقص y وتشوف الى النهايه نتاع اف اكس ناقص y خرجت لك صفر، فان المنحنى يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته هذه اللي عطوها لنا، وإلا ما خرجت لكش النهاية تساوي الصفر، عرف باللي المنحنى لا يقبل مستقيم مائل فقط. ما انت خصني نطبق هذه، إلا جبرتها تساوي الصفر فإن المعادلة فإن المنحنى يقبل مستقيم مائل. تابعوا جيدا الآن، نمشي ونشوفوا هنايا ما عناش عارفينها، علامة استفهام x تؤول إلى زائد ما لا نهاية، f x كم لدينا، نمشي ونجيبو f ل x. تابعوا جيدا f لي x، f لي x هاي عبارته، جبت هذه ما جبتش الاولى، هذه هي اللي تساعدني هنايا، تساعدني باش يجيني ساهل الحساب النهايات. بون x هكذا x ناقص 1 زائد 4 على x ناقص 2، هذه هي ماذا؟ هذه f لي x هي هذه، وش عندي ناقص ماذا؟ ناقص y، y شحال عطاوها لي؟ ها هي y، هي x ناقص 1 ناقص x ناقص 1 هكذا فقط، دائما هكذا. هما باش قالوا لنا جبدوا هذيك a و b و c، ماشي غير هكاك باش نخدم، باش نجبروا هذه الداله بهذه العباره باش تساعدنا باش نخدمه. الان سوف نقوم بالاختزال، x غادي تمشي لنا مع ناقص x هكذا، عفوا هنا كتابه، تابع جيدا، عفوا هنا ناقص هكذا ياتي هكذا هكذا، اختر الناقص تاع القانون
وتبقى لي اكس ناقص واحد هكذا، اكس ناقص واحد. الان ندخلو الناقص، كي ندخل الناقص تولي لك هكذا ليميت اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه، اكس ناقص واحد زائد اربعه على اكس ناقص اثنين ناقص اكس، نشره الناقص تصبح لدي زائد واحد. نقوم بالاختزال، اكس مع ناقص اكس ناقص واحد مع زائد واحد تصبح لدي الليميت عندما اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه فقط أربعة على إكس ناقص اثنان. نعود في ما لا نهاية، هنا نعود إكس بما لا نهاية، كم تصبح؟ ما لا نهاية ناقص عدد هي زائد ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية يعطي لنا الصفر. هل حققت المطلوب؟ نعم، جبرت باللي هذه الطرح جبرتها تساوي الصفر، ومنه اكتبوا هنا ومنه المنحنى سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته إجراج يساوي اكس ناقص واحد فقط بهذه البساطة. ما انت كي يقول لك مقارب مائل ويعطي لك المعادلة نتاع عدد المقارب المائل كيما هنا، واش نمشي ندير؟ ندرس النهاية عند زائد ما لا نهاية، الدالة اللي عندي ونقص منها هذا المستقيم اللي عطاوه لي. إلا جبرت النهاية تساوي الصفر فإن فإن المنحني يقبل مستقيم مقارب مائل، هذاك اللي عطاوه لنا. ولا ما جبرتهاش تساوي الصفر فإن المنحنى لا يقبل مستقيم مقارب مائل بكل هذا بكل بساطة. الآن سوف ننتقل إلى السؤال الذي بعده. الآن السؤال ماذا قال لنا؟ خامسا، تابع جيدا، اكتب معادلة المماس عند الفاصلة x يساوي واحد. نكتب هنا خامسا معادلة المماس عند النقطة x عند الفاصلة x تساوي واحد فقط. الآن معادلة المماس، نأتي بمعادلة المماس، قانون تاع معادلة المماس نأتي به الذي هو قانون فقط إجراج يساوي أفتحة لإكس هكذا ناقص إكس ناقص إكس صفر هكذا في عفوا هنا في هنا في لا يوجد شيء زائد هذه هذا هو القانون زائد اف هنا اف لاكس صفر هكذا زائد اف لاكس صفر فقط. اكس صفر هي هذه، اكس صفر هي الفاصله اللي عطوها لنا فقط. الان نذهب لحل هذا السؤال، لحل هذا السؤال تابعوا جيدا، تابعوني جيدا. هنا نسينا سؤال، نعم نسينا هذا السؤال، نعم نسينا هذا السؤال اللي هو 4 3 هنا 3 4 نسينا هذا السؤال 4. واش يقول لك 4؟ يقول لك بين انه من اجل كل اكس من ماذا؟ من هذا المجال ا فتحه ل اكس يساوي، نسينا الاشاره اشاره المشتقه ودراسه التغيرات المشتقه. الان سوف نقوم باشاره بحل هذا السؤال قبل من هذا، نخطر هذا هو الخامس، هذا معادلة المماس خمسة ونسينا هذا اللي هو أربعة. تابعوني جيدا لحل هذا السؤال. نقول رابعا، السؤال الرابع، رابعا تبين أن ماذا؟ فتحة لإكس أنت المشتقة تساوي ماذا؟ إكس في إكس ناقص أربعة على إكس ناقص اثنان أس اثنان. الآن سوف نقوم بدراسة المشتقة، نحسب المشتقة ونشوفها واش تخرج لنا هذه ولا لا. تابع جيدا، أنا جبت هذه لأنها بسيطة، غادي نشتق هذه كان لي بدي بالدالة اللي عطاوها لنا في الأول، أنا نختم بين هذه لأنها ببساطة مطلقة. الآن تابع جيدا، مشتقة تاع أف فتحة لإكس، تابع جيدا أف فتحة لإكس ماذا تساوي؟ معنتها نشتق هذه، عندي الجمع معنتها نقدر نشتق هذه وحدها وهذه وحدها وهذه وحدها، خاطر عندي الجمع كان عندي الضرب لا
فكان دي الجمع قد نشتق كل وحدة بحدها. مشتقة إكس هي ماذا؟ هي واحد، قانون، هي واحد ناقص مشتقة ناقص واحد، مشتقة عدد هي صفر ناقص صفر. الآن مشتقة هذا الحد زائد مشتقة هذا الحد. مشتقة هذا الحد تابع جيدا كي شنو تبغيو، تبغيو تدرسوها بالقانون تاع اف على جي اللي هو يساوي ماذا؟ مشتقة اف في جي ناقص اف في مشتقة جي على جي اس اثنان هكذا، او بماذا؟ او بذلك القانون الذي يقول لكم واحد على اف. ما هو المشتقة نتاعه؟ هذه المشتقة هكذا. شو هو المشتقة نتاعه؟ يقول لك مشتقة اف على اف عفوا ناقص مشتقة اف، معناتها ناقص مشتقة نتاع هذا قسمة اف اس اثنان هكذا. شو ما تبغوا تخدموا بهذا القانونين راه عندكم في الكراس، شو ما تبغوا تخدموا. انا غادي نخدم بالقانون الاول الثاني عفوا. تابع جيدا، هنا عندي ربعة نقد نعاود لها هنا زائد، خطر عندي الضرب في ماذا؟ مشتقة ناقص مشتقة المقام، ناقص مشتقة المقام. القانون يقول لي هكا ناقص مشتقة المقام. مشتق المقام هو ماذا؟ مشتق إكس ناقص 2 هو واحد، خطر مشتق إكس هو واحد، مشتق 2 هو صفر، معنتها واحد هكذا. واحد قسمة اف سنين هكذا. هذه هي المشتقة فقط. واللي يبغي يدير القانون تاع اف على جي، يدير اف على جي، غادي يخرج له نفس النتيجة. ماذا تصبح؟ تصبح واحد زائد ماذا؟ لأن هذا صفر زائد ماذا؟ أربعة في ناقص واحد. أربعة في ناقص واحد يعطينا ناقص أربعة، تعطي لنا ناقص أربعة هكذا. هذا قلنا يمشي للصفر، تعطينا ناقص أربعة في واحد على إكس ناقص اثنان الكل أس اثنان أفتها لإكس. تابع جيدا، الآن نقوم بتوحيد المقامات. هذه أربعة نقدر نقلعوها منها هكذا. تابع جيدا، هذه نقدر نقلعوها منها ونكسبوها هنايا لأن الضرب لا تصبح ناقص. الآن نوحد المقامات، هنا القوسين عفوا، هنا القوسين. الآن لنوحد المقام، المقام الموحد هو إكس ناقص 2 الكل أس 2 هكذا. والآن لكي نوحد المقام معنتها نوحد بين هذا معنتها إكس ناقص 2 أس 2 ونضرب البسط عودك في إكس ناقص 2 أس 2. ماذا تصبح لدينا؟ تصبح لدينا إكس ناقص 2 أس 2 ناقص 4 هكذا تساوي. أقوم بخط الكسر هكذا، إكس ناقص 2 في المقام هكذا، ونقوم بالنشر. نقوم بالنشر هذا جزء شاهد من الشكل أ ناقص ب أس 2 يساوي أ أس 2 اللي هو إكس أس 2 زائد ب أس 2 اللي هو 2 أس 2 ناقص 2 أ ب 2 في إكس هكذا في 2 ناقص 4 ويساوي. تابع جيدا، تساوي إكس ناقص 2 الكل أس 2. والآن تصبح لدينا، نقوم بعملية حسابية، 2 أس 2 هي 4، عندي ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 إكس، تصبح ناقص 4 إكس ناقص 4 تساوي. تابع جيدا، عندي زائد 4 مع ناقص 4 تروح، قال إكس أس 2 ناقص 4 إكس على إكس ناقص 2 الكل أس 2 وتساوي. تساوي ماذا؟ ما رأيكم كن خرجوا منا ومنا إكس كعامل مشترك، تصبح هكذا إكس كعامل مشترك. هنا يراها إكس أس 2 خرجنا إكس بقات إكس، ناقص منا خرجنا إكس بقات 4 4 على إكس ناقص 2 كل أس 2 هذه أ لإكس هكذا. أليست هذه العبارة هي نفسها هذه اللي طلبوها لنا منها؟ هي نفسها
رانا بينا، رانا بينا فقط بكل بساطة، درنا المشتقة نتاع هذه، خرجنا من هذه فقط. الآن إشارة المشتقة، الآن جدول إشارة، نقوم بجدول الإشارة، عفوا، أو نقول دراسة إشارة المشتق، إشارة المشتق لكي تكون الأمور واضحة. إشارة المشتقة، إشارة المشتقة، خصني ندرس الإشارة تاع هذه. بو باش ندرس الإشارة تاع هذه، عندي المقام دائما كيش داير موجب، كي كل مقام دائما بو موجب، إشارة المشتقة من إشارة البسط فقط. كي كل مقام موجب، إشارة المشتقة من إشارة البسط فقط. الآن بما أن المقام موجب، فإن إشارة المشتقة من إشارة البسط، معناتها كم تصبح لدينا؟ ماذا تصبح لدينا؟ بما أن نقول بما أن إكس، بما أن المقام موجب تماما، فإن إشارة المشتقة من إشارة البسط، فإن إشارة المشتقة من إشارة البسط فقط. الآن ندرس إشارة البسط. إشارة البسط ماذا لدينا؟ إكس، عفوا، هكذا إكس في إكس ناقص 4 تساوي الصفر. ندرسوا هذه الإشارة عن مشتق البسط. كي يكون عندكم المقام موجب دائما، خطر ندرسوا غير إشارة، نشوفوا هذا فين يكون موجب، هذه المشتقة فين تكون موجبة وفين تكون سالبة. معناتها إذا كان عندنا المقام موجب تماما، نأخذها من إشارة البسط فقط. هنا عندي جداء، معناتها نقول إكس تساوي الصفر، أو إكس ناقص 4 تساوي الصفر، معناتها إكس تساوي هذا الشيء منا يساوي 4. معناتها فاش تنعاد منا، تنعاد منا في نقطتين اللي هي إكس يساوي 4 و إكس يساوي الصفر. الآن جدول الإشارة، جدول الإشارة، طيب شنو قالوا لنا هما في السؤال؟ قال لك جبد إشارة الدالة ومن بعد نديرو جدول التغيرات فقط. الآن جدول الإشارة، تابعوا جيدا في جدول الإشارة، غادي نديرو جدول الإشارة، تابع، هذا جدول الإشارة. الآن عندي هنا هكذا إشارة المشتقة فقط، إشارة المشتقة، هنا ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية. المشتقة فين عدمت؟ عدمت في الصفر، عدمت في 4 هاكا، وهنا هي اف فتحة لإكس، وهنا إكس، عدمت لنا في الصفر، عدمت لنا فاش؟ في 4. الآن الإشارة، نأخذ الإشارة، هنا عكس إشارة أ، وهنا نفس، هنا نفس، هنا أ اللي هادي هي من هادي، أ هي هادي من هادي، معنتها إشارة موجبة، معنتها موجبة، معنتها إشارتها موجبة، معنتها عكس داخل الجدرين ونفس خارج الجدرين. هذه هي إشارة المشتقة، معنتها من ناقص ما لا نهاية حتى الصفر موجبة، من الصفر حتى 4 سالبة، من 4 حتى زائد ما لا نهاية موجبة. الآن من هنا نستنتج، يعني درت دروب جدول الإشارة، من هنا نستنتج جدول التغيرات. بون، في جدول التغيرات ندخلوا فيه ماذا؟ ندخلوا فيه اف فتحة لإكس اللي هي المشتقة، وندخلوا فيه اف لإكس. جدول التغيرات، لاحظوا معي جيدا في جدول التغيرات، تابعوني جيدا هكذا لكي تكون الأمور واضحة، ونقوم بجدول التغيرات، تابع جيدا في جدول التغيرات، عفوا، سوف نقوم برسم جدول التغيرات، تابعوا جيدا هكذا وهكذا وهكذا، تابع جيدا. قول لي علاش درت 3، سوف نرى لماذا. بو، عندنا مجموعة التعريف هي من ناقص ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية،
هكذا. المشتقفين عدمت في الصفر هكذا وفي الأربعة، ولكن الدالة واش معناها مش ماش معرفة. مجموعة التعريف، جدول التغيرات خصني ندخل مجموعة التعريف. مجموعة التعريف نقول لك اغ، مجموعة التعريف هذه الدالة نذكركم بها، قالت لنا اغ باستثناء ماذا؟ الاثنان. معناتها هنا تجي اثنين، واثنين ما يكونش معرف، اثنين ما يكونش معرف هكذا. معناتها الدالة في اثنين ما تكونش معرفة هكذا، اثنين ما تكونش معرفة، هذه الدالة في اثنين ما تكونش معرفة. حتى هنا حتى في مجموعة في الدالة المشتقة، الدالة المشتقة في اثنين ما تكونش معرفة. هنا شفنا غير الإشارة نتاعها، حتى هنايا هكذا، هنا هكذا بالكي لا تختلط عليكم الأمور. هنا نورمالمون اثنين، بصح اثنين ما تكونش هنا معرفة. المشتقة هي المشتقة ما تكونش معرفة في اثنين، كي نعطي هنا اثنين، اثنين ناقص اثنين تعطيني الصفر، معنتها ما تكونش معرفة. هنا هي إشارة ناقص وهنا ناقص سالبة هكذا. الآن إشارة، قلنا داخل جدرين سالبة هكذا تنعدم هنا وهنا، وخارج جدرين موجبة. وكي تجي لاثنين، كي تجي لاثنين ما تكونش معرفة، في اثنين ما تكونش معرفة هكذا. بها بالدالة، بالدالة من هذه بالدالة باثنين ما تكونش معرفة، خاطر هنايا ماذا؟ هنا اكس، هنا اف فتحة لي اكس مشتقة، وهنا الدالة اف لي اكس، معنتها في جدول التغيرات هذه هي الزيادة على هذا. الآن هنا الدالة هنا كيش تكون دايرة؟ متزايدة، وهنا متناقصة، وهنا متناقصة، وهنا متزايدة هكذا، ناقصة متزايدة هكذا. تبع المشتقة نتاعها، الدالة تبع المشتقة نتاعها، في المد المشتقة تكون موجبة الدالة تطلع، تطلع هنا في الدروة، وكي تكون متناقصة تهود، حتى الدالة تهود. هذه الفكرة. الآن نشوفوا النهايات عند الصفر، تابع جيد. ما غادي كنت تحسبوا النهاية خصكم تحسبوا اف لي صفر، هنا كنت تعوضوا بالصفر في الدالة ماشي في المشتقة، في الدالة كي تعوضوا بالصفر غادي تجبروا ناقص ثلاثة، هنا ناقص ثلاثة هكذا. وكي تعوضوا بالربعة في الدالة تحسبوا اف لأربعة، معناتها نحسبوا اف لصفر غادي نجبروا ناقص ثلاثة، وكي تحسبوا اف لأربعة غادي تجبروا خمسة، هنا خمسة. النهاية الآن، النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية، وجدناها ناقص ما لا نهاية، تأكدوا بأنفسكم. وعند اثنين هنايا، هاهي عند اثنين بقيم صغرى، هنا اثنين قيم صغرى، باثنين قيم صغرى شحال جبرناها؟ ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية. وعند اثنين بقيم كبرى واش جبرناها؟ جبرناها زائد ما لا نهاية، هنا جبرناها زائد ما لا نهاية، هنا هكذا زائد ما لا نهاية. وعند زائد ما لا نهاية، النهاية عند زائد ما لا نهاية وجدناها زائد ما لا نهاية. هنا تأكد واش عندك صحيح ولا خطأ. من ناقص ما لا نهاية تطلع للناقص ثلاثة، صحيح، لأن ناقص ثلاثة أكبر من ناقص ما لا نهاية، ومن ناقص ثلاثة تهود للناقص ما لا نهاية، ومن بعد تمشي لزائد ما لا نهاية وتهود لخمسة، ومن خمسة تطلع لزائد ما لا نهاية. هذا هو جدول التغيرات، معنتها فيه جدول الإشارة نتاع المشتقة، وفيه هنايا مجموعة التعريف، وهنا النهايات، هادو هما النهايات. بجوار ناقص ما لا نهاية، اثنين قيم صغرى، اثنين قيم كبرى، وعند زائد ما لا نهاية. هذا هو جدول التغيرات. الآن بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من هذا السؤال، ننتقل للسؤال الذي بعده، تابعوني جيدا. الآن سوف نرى التمرين الذي بعده، تابعوا. اكتب معادلة المماس دي للدالة اف عند النقطة ذات الفاصلة x يساوي الواحد. الآن سوف نرى معادلة المماس عند الفاصلة x يساوي الواحد. الآن y يساوي f فتحة ل x صفر، هذه معادلة في x ناقص x صفر زائد f ل x صفر، هذه معادلة قانون معادلة المماس. نقوم بتعويضات فقط لأنه قانون سهل. y تساوي f فتحة
اكس صفر هي ماذا؟ هي واحد. اكس صفر هي هذيك النقطة اللي عطوها لنا، هذه فصيلتها واحد. اكس ناقص اكس صفر، اكس ناقص واحد زائد اف لاكس صفر اللي هي اف لواحد. الآن نقوم بحساب اف فتحة لواحد ونراها كم تساوي. اف فتحة لواحد سوف نرى، نأتي بالدالة المشتقة. الدالة المشتقة هي هذه هي الدالة المشتقة اللي وجدناها اللي هي هذه. سوف نأخذ الدالة المشتقة، تابعوا جيدا، اف لواحد فقط. أتينا بالدالة المشتقة ونعود بواحد فقط، كم تصبح؟ تصبح لدينا الكسر اكس نوضها بواحد في اكس ناقص واحد معناتها اكس ناقص اربعة معناتها واحد ناقص اربعة على واحد ناقص اثنان الكل أس اثنان. ماذا فعلت هنا؟ فقط ببساطة وشدرت، تابع جيدا، فقط هذا الواحد وين درته في المنشوف شي إكس نعوضها بواحد، دير هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا هنا صح هنا ربعة عفوا وهنا واحد فقط. معنتها في المنشوف إكس ندير هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد بهذه البساطة. الآن لنكمل، تساوي كم؟ تساوي هكذا، تساوي لنا في البسط تصبح واحد ناقص أربعة هي ناقص ثلاثة، واحد في ناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة، واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد أس اثنان، وهذا يساوي ناقص ثلاثة على واحد ويساوي ناقص ثلاثة. أف فتحة لواحد كم تساوي؟ ناقص ثلاثة. الآن نذهب ونحسب اف لواحد. اف لواحد، هنا اف لواحد نحتاج الدالة الأولى. الدالة الأولى اللي جبرناها، الدالة الأولى التي وجدناها، وجدنا أن اف لإكس تساوي اف لإكس، نكتبها هنا اف لإكس، خاطر خصني الدالة والدالة المشتقة. الدالة والدالة المشتقة اف لواحد، نذهب ونأتي ب عفوا ب اف لإكس. اف لإكس تابع جيدا، نذهب ونأتي ب اف لإكس لحساب اف لواحد. ها هي اف لإكس، تابع جيدا، هذه هي اف لإكس، تابع جيدا. هنا ماذا سنفعل؟ عودك بلس اكس نعوض وشا نعوض واحد، تصبح لدينا واحد ناقص واحد زائد اربعة واحد ناقص اثنان، وهذا كم يساوي؟ واحد ناقص واحد يمشي صفر، زائد هنايا واحد ناقص اثنان تعطي لنا اربعة على ناقص واحد، وهذا يصبح كم؟ يصبح ناقص اربعة، يصبح ناقص اربعة فقط بهذه البساطة. معناتها اف لواحد عطتنا ناقص ثلاثة، واف لأربعة كم؟ اف عفوا اف لي اف لواحد عطتنا ناقص أربعة، هكذا ناقص أربعة. معناتها إيكراك كم يصبح لدينا؟ إيكراك تساوي اف تحل إكس صفر عطتنا ناقص ثلاثة في إكس ناقص إكس صفر اللي هي واحد زائد اف تحل اف لإكس صفر اللي هي ناقص أربعة فقط. معنتها ماذا فعلت؟ اف لإكس اف تحل واحد، اف تحل واحد هذه هي ماذا؟ هي ناقص ثلاثة، واف لواحد هي ماذا؟ هي ناقص أربعة فقط. ها هي الأمور كسبتها. الآن إجراك تساوي، تابع جيدا، إجراك تساوي ناقص، ننشر ناقص 3 إكس هنا ثم هنا فقط بالنشر، ناقص 3 إكس زائد واحد ناقص أربعة، وتصبح لدينا إجراك تساوي ناقص 3 إكس ناقص 3. هذه هي معادلة المماس، هكذا معادلة المماس.
بكل بساطة مطلقة. الآن السؤال 6، ماذا قال لنا أدرس وضعية نسبية لسي اف ودلتا؟ معناتها نقول هنا 6، دراسة الوضع النسبي لماذا سي اف ودلتا. دالتا المعادلة اللي عطوها لنا، دالتا حيث دالتا عطوا لنا دالتا تساوي دالتا، عفوا مستقيم دالتا، دالتا معادلته هو إيكغريك تساوي إكس ناقص واحد، وما عطينا هنا في التمرين هكذا. ندرس الآن الوضع النسبي، معنتها فين يكون المنحنى، أين يكون فوق هذا المستقيم أو تحته. لدراسة الوضعية، لدراسة وضعية المنحنى تابع جيدا ماذا سنفعل. لدراسة وضعية هذا قانون، يجب علينا أن ندرس إشارة الفرق هكذا. لدراسة، تابع جيدا، لدراسة الوضع النسبي لي سي اف ودالتا ندرس إشارة الفرق. هذا قانون إشارة الفرق. وش هو إشارة الفرق؟ اف لإكس ناقص إيكغراك. ندرس إشارة الفرق تاع اف لإكس ناقص إيكغراك. اف لإكس ناقص إيكغراك، نمشي نحسبها. اف لإكس شحال عندي؟ اف لإكس ها هي اف لإكس، هذه هي اف لإكس، هي إكس ناقص واحد، نأخذ أف لإكس هكذا. أف لإكس هي ماذا؟ هي إكس ناقص واحد زائد أربعة على إكس ناقص اثنان، ناقص اثنان هكذا. ناقص القانون، ناقص إجراج، إجراج هو إكس ناقص واحد. ندرس إشارة هذا الفرق بكل بساطة، سوف ندرس إشارة هذا الفرق. تابع جيدا، تساوي ماذا تساوي؟ نحذف الأقواس، إكس ناقص واحد زائد أربعة على إكس ناقص اثنان ناقص إكس زائد واحد. وزعت هذه هنا وهنا فقط. الآن ماذا أصبح لدي؟ إكس مشينا مع ناقص إكس، ناقص واحد مع زائد واحد، بقات لي غي هادي. بوم بقات لي غي هادي، كم تساوي؟ أربعة على إكس ناقص اثنان. تابع جيدا، باش ندرس الإشارة تاع هذا وش ندير؟ ندرس إشارة المقام فقط، لأن البسط موجب أربعة عدد، معنتها إشارة المقام. إشارة المقام هنا إكس ناقص 2، إكس ناقص 2 يجب عليها أن تختلف عن الصفر، ومنه ماذا؟ إكس تختلف عن 2، خص إكس هنا تختلف لي على 2، خاطر كون تكون إكس تساوي 2 هذه ما تكونش معرفة، معنتها ماذا؟ تابع جيدا، تابعوني جيدا الآن لدراسة الوضعية، تابع، سوف نرسم جدول من خلالها سوف من خلاله سوف ندرس الوضعيه. هنا كي كنا ندرسوا اشاره المشتقه بنفس الشيء، غادي ندرسوا اشاره الوضعيه. بون هنا اكس هكذا، هنا اكس، هنا ناقص ما لا نهايه، وهنا زائد ما لا نهايه، وهنا اشاره الفرق اف اكس ناقص إيكغراك. تابع جيدا، هاد اللوين ما تكونش معرفه، تكونش معرفة في اثنان، اثنان ما تكونش معرفة فيها الدالة هذه، في اثنين ما تكونش معرفة، هنا ما تكونش معرفة، هنا في هذا المكان ما تكونش معرفة. إشارة الفرق، كي مشيت ندير إشارة الفرق جبرت باللي خص إكس تكون تختلف عن اثنين، ما تكونش معرفة في اثنين، معنتها منا ماذا؟ نفس إشارة أ، ومن هنا عكس إشارة أ. الآن إشارة أ هي هذه، هذا واحد هو إشارة أ، نفسه هو موجبة وهنايا سالبة، عفوا، ومن هنا سالبة فقط. هذه الوضعية. وهنايا هنا المنحنى، المنحنى سي اف يقع تحت المستقيم
دلتا معناتها كي تكون سالبة المنحنى يقع تحت المستقيم. هنا إشارة موجبة معناتها المنحنى سي اف يقع فوق المستقيم دلتا. معناتها من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنين، اثنين ما يدخلش ماشي معرفها فيه، المنحنى غادي يجينا تحت المستقيم، هذا المستقيم دلتا. بون من اثنين حتى لزائد ما لا نهاية المنحنى وين غادي يجي؟ تحت فوق المستقيم. معناتها إشارة موجبة معناتها فوق. معناتها ماذا؟ كي نجيو ندرسو الوضع النسبي اللي سي اف ودالتا، واش نديرو؟ ندرسو إشارة الفرق. معناتها نمشي عند الفرق والناتج اللي يخرج ها هو كيما هاد الناتج، ندرس له الإشارة نتاعها. هنا كي نجي ندرس الإشارة يجب علينا أن نأخذ المقام بعين الاعتبار، لأن إكس خصها ما تكونش تساوي اتنين، كون تكون تساوي اتنين هذه تكون غير معرفة تماما. بون ندرس هاد الإشارة، وكي درست الإشارة جبرتها غير معرفة باتنين، مش هتجي منها نفس، ومن هنا عكس. كي تكون إشارة سالبة معناتها المنحنى يقع تحتها، وكي تكون إشارة موجبة فإن المنحنى يقع فوقها. بصح كاع ما يقطعناش المستقيم هذا، ما يقطعناش كاع هاد النقطة هنا، ما يقطعهاش هنايا من هادي ما يقطعهاش، لاخاطر علاش؟ غير معرفة، كون يقطعها تولي الدالة غير معرفة. الآن انتهينا من دراسة الوضعية، سوف نذهب إلى السؤال الذي بعده. تابعوا جيدا الآن، نقوم بعملية الحساب فقط. الآن تصبح لدي بهذا الشكل F 2 في 2 كم 4 ناقص X زائد F لX تساوي، نشوفوها شحال تساوي. إلى خرجت لنا 2 فإن أوميغا هي مركز تناظر. الخطر قال لك بين خرجت 2 فإن أوميغا مركز تناظر، ما خرجت 2 فإن أوميغا ليست مركز تناظر. الآن F دو 4 ناقص X، F دو 4 ناقص X هذه ماذا تساوي؟ هذه سوف نذهب لحساب هذه F إلى 4 ناقص X، معناتها هنايا في لما نشوف X نوقدها بشحال؟ ب 4 ناقص X. تابع جيدا، هنا مانيش غادي ندير تساوي، غادي نمشي نحسب قبل، غادي نحسبو اف 4 ناقص اكس، غادي نمشي نحسب هادي بوحدها نشوفها شحال تساوي. تساوي ها هي اف لاكس، تما هنايا واش ندير؟ ندير 4 ناقص اكس، تولي لي هاكا 4 ناقص اكس ناقص 1. انت هنايا درت 4 ناقص، ناقص 1 زائد 4، تابع جيدا، زائد 4 قسمة هنا x، ندير بلاصتها واش؟ 4 ناقص x، 4 ناقص x زائد ناقص 2 تصبح لدي كم؟ نحذف الأقواس، 4 ناقص x ناقص 1 زائد ماذا؟ 4. بون تابع جيدا، هنا عندي 4 ناقص 2 شحال اللي هي؟ 2، 2 ناقص x، معناتها كم تصبح؟ f ل 4 ناقص x تساوي 4 ناقص 1 اللي هي كم؟ 3 ناقص x ناقص هذا ال x زائد 4 على 2 ناقص x. لاحظ معايا واحد الملاحظة، هنا عندي 2 ناقص اكس، صح غادي نخليوها كيما هكا. تابع جيدا، الآن نولي لهادي نتاعي، نولي لهاد العبارة نتاعي، اف لأربعة ناقص اكس زائد اف لإكس تساوي أربعة، اف أربعة ناقص اكس خرجت، ها هي شحال وجدت النتيجة اللي هي 3 ناقص اكس زائد 4 عفوا 4 عفوا تابع. الآن 4 على 2 ناقص x هذه هي rf، هي هذه. الآن زائد ماذا؟ زائد f لx، f لx هي نفسها هذه اللي هي x
ناقص 1 زائد 4 على إكس ناقص 2 بهذه البساطة. الآن ماذا سنفعل؟ هكذا لكي تكون الأمور واضحة. الآن ماذا سنفعل؟ بما أن عند الإشارة على الزائد هنا نقد نحذف الأقواس بدون تغيير أي شيء، لأن عندي إشارة الزائد وعندي إشارة الناقص، ما بداخل القوس يتغير. بما أن عندي إشارة الزائد فإن لا شيء سوف يتغير. الآن تابع جيدا، عندي ناقص إكس غادي يطرح لي مع زائد إكس هكذا. الآن 3 ناقص 1 غادي يجمع العدد مع بعضياتهم، 3 ناقص 1 شحال هي؟ هي 2. ها هي 2، واش بقات؟ بقات زائد، هذه صاي 3 وجمعتها مع ناقص 1 بقات 2. بقات 2 زائد 4 على 2 ناقص x زائد 4 على x ناقص 2. الآن ما رأيكم من هنا خرج ناقص كعامل مشترك؟ تابع جيدا كيف تصبح 2 زائد، تابع جيدا، تابعوني جيدا. الآن غادي نخرج 2 كعامل مشترك زائد، عفوا ناقص كعامل مشترك، هذه زود كما راه. من هنا غادي نخرج ناقص كعامل مشترك هكذا، ناقص كعامل مشترك وندخل بون 4 تقعد 4. كي نخرج الناقص كعامل مشترك، ناقص اكس كي خرجت الناقص شتولي؟ تولي زائد اكس. 2 كي خرجت لها الناقص كعامل مشترك شتولي؟ ناقص 2. لكي تتأكدوا نشروا هذا الناقص هنايا وهنا، غادي تخرج لكم هذه ناقص في اكس عطينا ناقص اكس، ناقص في ناقص 2 تولي لنا زائد 2 فقط. الآن تابع جيدا، عندي ماذا؟ عندي هنا الزائد، عندي الزائد كي شغل هنا الزائد، الزائد على الناقص ماذا تصبح؟ الزائد على الناقص هي نفسها ناقص، زائد على الناقص هي نفسها ناقص، معناتها العبارة تصبح لدي بهذا الشكل، تساوي 2 زائد على الناقص هي ناقص 4 على x ناقص 2 زائد 4 على x ناقص 2. الآن هذه هي نفسها هذه ومختلفين، معناتها هادو الزوج يمشيوا للصفر، هذه تمشي مع هذه معاكس، واش تبقى لي؟ تبقى لي 2 وهو المطلوب. هاي 2 في 1، هذه 2 في 1 هي نفسها 2، هي نفسها 2 هكذا، معناتها خرجت في التالي شحال؟ 2 هي نفسها. ومنه ما درت والو، فقط بشيء بسيط جدا وش درت؟ تحققت، طبقت هذا قانون، هذا يحفظ، هذا قانون. وش من بعد وش درت؟ هذا بكل بساطة مطلقة، وش مشيت ندير؟ بكل بساطة غير هذه حسبتها، ومن بعد شفتها وش تساوي 2 ولا لا، جمعت هذه مع هذه وبقيت نحسب عملية حسابية توحيد مقامات واختزالات. لا خرجت 2 فإن أوميغا هي مركز تناظر، ما خرجت 2 فإن أوميغا ليست مركز تناظر. هنا نقوله ومنه أوميغا 2 1 هي مركز تناظر الدالة أو المنحنى، هي مركز تناظر الدالة فقط، هذه بكل بساطة. الآن السؤال الذي بعده، وش قال لنا؟ ارسم المستقيمين المقاربين المنحنى. سوف نذهب لرسم المستقيمين المقاربين المنحنى. الآن سوف نرى كيفية الإنشاء. عندنا هذا معلم متعامل متجانس، هل مستقيم المقارب المائل، هل مستقيم العمودي؟ هذه الوضعية النسبية للمنحنى سي اف والمستقيم دالتا اللي هو هذا، هذا هو المستقيم دالتا، وجدول التغيرات للإنشاء. الآن للإنشاء سوف ننشئ أولا المستقيم هذا. باش ننشئ هذا المستقيم نمدو نقاط فقط، نقاط مثلا نمد الإكس، نمد الإكس مثلا واحد، نمد الإكس واحد كم تصبح؟ كي نمد الإكس واحد إيكغيك شحال تولي لنا؟ تولي لنا صفر، لأن صفر تساوي واحد ناقص واحد، معنتها
كي مدينا الاكس واحد النقطة الأولى، كي مدينا واحد عطتنا صفر هكذا، واحد صفر واحد صفر، هون كي مدينا الاكس واحد عطتنا إيكغاك صفر. بالنقطة الثانية سوف نذهب لنعين النقطة الثانية، لأننا شحال خصنا من نقطة لإنشاء مستقيم؟ فقط نقطتين. النقطة الثانية مثلا نعطيو لها أربعة، نمدو الإكس أربعة، نمدو الإكس هكذا أربعة هكذا، إيكغاك شحال تولي؟ أربعة ناقص واحد تساوي، مدينا الإكس أربعة، إيكغاك أربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة هكذا، أربعة ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، كيعطينا لها أربعة عطاتنا إيكغاك ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة هنا. وننشئ هذا المستقيم، نقطتان لإنشاء المستقيم فقط هكذا بهذه البساطة. هذا هو المستقيم المقارب الذي معادلته هو إيكغاك، عفوا معادلته هو إيكغاك هكذا تساوي إكس ناقص واحد. الآن بقي لنا هذا المستقيم إكس يساوي اثنين، أين هو إكس يساوي اثنين؟ هو هنا هكذا، عفوا إكس يساوي اثنان لأنه عمودي، هذا هو إكس يساوي اثنان فقط. الآن سوف نرى كيفية الإنشاء، باش ننشئ نشوفوا في هذا الجدول، تابعوا معي هذا الجدول لكي ننشئ. سوف نرى في هذا الجدول، تابعوا جيدا في هذا الجدول، تابعوا جيدا، هذا حطوا هنا، تابعوا جيدا. الآن لاحظوا معايا، من ناقص ما لا نهاية من المستقيم المائل، اسمها منا خطر علاش هنا خصنا نعرف حاجة، هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، كي نحكي هنا كي راني نهضر هنا معناتها راني نهضر هنا في جدول التغيرات، تابعوا جيدا باش نبقاو نعرفوا كيفاش نربطوا بين جدول التغيرات والرسم، خاطر كثير من التلاميذ ما يعرفوش يربطوا، كي نكون نهضر على محور الفواصل معناتها راني نهضر هنا في اكس، مو كي نهضر هاك معناتها راني نهضر هنايا في ايكغاك، ما انا نهضر في اف اكس معناتها هكذا، هنا زائد ما لا نهاية وهنا ناقص ما لا نهاية. تابعوا جيدا للمنحنى، الحاجة الأولى نمشي ندير هاد النقاط تاع الذروة، القيمة الحدية الصغرى والقيمة الحدية الكبرى، صفر ناقص ثلاثة، صفر ناقص ثلاثة، صفر ناقص ثلاثة، هنا واحد اثنان ثلاثة بإيجابي، هذه هي صفر ناقص ثلاثة هكذا. بو الآن القيمة الحدية الدنيا الأخرى هذه العظمى وهذه الدنيا معنتها أربعة خمسة، أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هنا هذه الدنيا. الآن لاحظوا معي جيدا، منحني كشرح جاي، من ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية المائل، هنا هذاك المستقيم المقارب المائل، هنا هذاك المستقيم المقارب المائل هنا يجي، ما هو؟ هو هذا، من ناقص ما لا نهاية نتاعها، ها هي ناقص ما لا نهاية نتاعها، وها هي زائد ما لا نهاية نتاعها، قلنا من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية يطلع لنا ناقص ثلاثة، هكذا، ناقص ما لا نهاية نتاعها هكا يطلع لنا وين؟ عفوا، تكون الأمور واضحة، يطلع لنا هكذا ناقص. عفوا لكي يكون الرسم دقيق، ناقص ما لا نهاية تاعه، تابع جيدا، تابع يطلع لنا ناقص ثلاثة هكذا، هنا يمشي هكا هكذا، الآن يطلع ناقص ثلاثة لكي تكون هكذا من هنا، تابع جيدا هكذا، يجي من ناقص ما لا نهاية تاعه ويطلع يوصل ناقص ثلاثة، راني هنا صفر ناقص ثلاثة، صفر ناقص ثلاثة، ومن بعد وين يهود؟ يهود بجوار هذا، هذا واش هو؟ هذا هو إكس يساوي اثنين، هنا ماشي معرفة، هنايا الدالة ماشي معرفة،
شغل باش نبينها لكم هنا، ما تكونش معرفة الدالة من هذا المستقيم من هذه النقطة اكس يساوي 2، الدالة ما تكونش معرفة، يمشي بجوارها هنا بقيم صغرى، قيم صغرى نتاعها، انت يهود هنا هاكا. تابع جيدا هكذا هكذا، ما يمسهاش لخاطر ما يتلاقاش معاها. اكس يساوي 2 الدالة غير معرفة لان اغ باستثناء 2، معناتها في هذه النقطة الدالة ما تكونش معرفة، راني داير عليها كيما هكا خطوط. نقول الان نمشي لهنا من الجهة تاع زائد ما لا نهاية تاع هذا المستقيم، وين راه هذا المستقيم؟ هذا المستقيم هو نفسه هذا، هذا هو اكس يساوي 2، هذا هو هنايا اكس هكذا، اكس يساوي 2 هكذا 2. الان بالجوار نتاعه بالجوار نتاعه بالجهه تاع زائد ما لا نهايه، ورا زائد ما لا نهايه نتاعه هنا ناقص ما لا نهايه، ها هي زائد ما لا نهايه نتاعه، يهود منا يهود واش لهنايا لهاد القيمه انت هكذا. تابع جيدا من هنا هكا يهود القيمة لهنا الدروة انت هنا، ومن وين يجي يطلع لزائد ما لا نهاية؟ زائد ما هنايا واش بين زائد ما زائد ما، قلت لكم دائما هنا المائل، هذا المائل هذا هنايا المائل، هذاك المستقيم المائل، ونعود هذاك المستقيم المائل، معناتها كي يكون هنا معناتها راني نحكي على هذا، معناتها هنايا واش يسرى يطلع بالجوار نتاعه حتى لزائد ما لا نهاية بهذه الكيفية. تابع جيدا هكذا هكذا بهذه الكيفية. الآن تابع جيدا الآن نشوف واش عندنا هذا صحيح ولا ماشي صحيح، تابعوا جيدا في هذا هذا تبعوا، من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنين المنحنى تحت المستقيم، ها هي من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنين، كي نحكي هاك معناتها هاك، من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنين حتى لهنا هذه هي اثنين هكذا، من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنين المنحنى بالنسبة لهذا المستقيم كيش راه هو تحته هو تحته هو هنا بون، من اثنين حتى لزائد ما لا نهاية راه فوقه، ها هو ها هو من اثنين حتى لزائد ما لا نهاية شو المنحنى راه فوقه راه فوق هذا المستقيم هنا، معناتها هاد الجدول عندنا صحيح هنا نتأكدو. وش جبرنا؟ جبرنا بلي أن الدالة تقبل مركز تناظر فإنها دالة زوجية، ها هو مركز التناظر، هادي أوميغا، هادي أوميغا اللي برهنا عليها قبيلات، هادي هي أوميغا، فصيلتها 2 1، إحداثيتها 2 1، ها هي 2 1. معناتها الرسم يكون بكاع الاسئله اللي عطاهم لنا في الداله يعاونونا باش نرسمه، معناتها هذا هو الرسم النهائي للداله، وبهذا نكون قد انتهينا من حل هذه الداله الشامله اللي كثيرا ما يحطوها في الاختبارات الفصل الثاني للسنه الثانيه ثانوي علمي. الان الى تمارين اخرى، دمتم في رعايه الله وحفظه.